لو جالك سؤال في الاساس دايما عايز يعني تحط ديزاين كده في دماغك دايما عايزك تكون حاطط ديزاين في دماغك للاسئله اللي انت مش مذاكرها كويس ده سؤال ممكن تكون مش مذاكر كويس ومش قوي قوي يعني في الامتحان للدرجه زي المينجات سنه اول اخر سؤال شرحناه المره اللي فاتت كان المينجات هو درجه في الامتحان تخيل كده السؤال ده جه في الامتحان وانت عايز انا عايزك اهم حاجات كده تحط ده انفكشن مش كده يبقى اكيد دي حاجه اسمها بوست اورجانيزم وسورس اوف انفكشن ويبقى دايما اي موضوع في الدنيا بشوفها ليه ديفينيشن ولا لا ما لوش ديفينيشن يعني طب افرض ان انا عايز احط له ديفينيشن اقوم ادور على اساس تاني في الكتاب ليكوفاكشن اوف ذا لانج فاكرين وذا كافيتي فور كافيتي كونتينينج بس مش ده الديفينيشن اوف لانج ابسس عارفين الديفينيشن اوف لانج ابسس ليكوفاكشن في بارت اوف ذا لانج فورميشن اوف كافيتي كونتينينج بس انا ممكن احط ديفينيشن هنا وبعدين ابتدي ادور على افتكر الانسيدنس افتكر الدكتور قال لك قبل 4 سنين ما كانتش الفرنتال سينس مفتوحه ودايما الانسيدنس بتاعه من 4 ل 8 لو قلت لك اورجانيزم لوحدك انت اوتوماتيك على طول هتقول لي ستاف و ستيرد لان دول 10 حاجات بتعمل ابسس السورس دايما بتاع اي انفكشن في الدنيا انت ممكن تحطه ستامبا يا اما جاي من حاجه جنبي يا اما جاي من حاجه ديستنت مش كده؟ يا ديستنت سبريد يا لوكال سبريد فممكن يكون حاجه قريبه مني جدا وعملت لوكال سبريد اسمها دايركت سبريد او اسمه لوكال سبريد من ماستويدايتس من ساينسايتس من اورديتال سويلايتس من دنتال ابسس من انفكشن في الدنجرس ايريوز اوف من تروما او جاي من بعيد قوي زي كونجنتال هارت ديزيز الباثولوجي هي اهم حاجتين فيه كام النمبر بتاعهم لازم تكون فاكر بقى ده صعب جدا تفتكره لوحدك يعني لازم تكون عارف هو سنجل ولا مالتيبل يعني لا النمبر بتاعها عارفين انه دايما بيبقى سنجل وممكن يكون مالتيبل في حالات المنجاز فاكرين لما قلنا مالتيبل في المنجاز بس والسايت بتاعه فين؟ مكانه فين؟ دايما بيبقى فرانتال او بارايتال او تمبرال نادر جدا هو يكون اوكسيبيتال مستحيل يكون في الموستيريو فوس دي الحته الصعبه في الموضوع العناوين الصعبه اللي هي الانسيدنس برضه تقدر تقلل فيه رغم ان ده حته صعبه بعد كده الكلينيكال بيكتشر محفوظه ان احنا عندنا هنقول دايما العينين دول عندهم كوما عندهم كونفالشن فاكرين السي سي اي اي عندهم انكريز كرانيال فانكشن عندهم لا ما عندهمش منجيال اريتيشن هنحط الاف الاولانيه فيفر وانوركسيا وماليز وهنحط الاخيره فوق دامج للفاكرين مش كده الانفستيجيشن تقوم تروح لمنهج العملي وتفتكر الانفستيجيشن وانت مذاكرها كويس الانفستيجيشن ما انت مذاكر السي تي كويس او السي تي لو انتوا فاكرين انه بقى هاي دنسي اريا سراوند بزرينج وزرينج وفي الانس بتعامل ميد لاين شيفت بتعامل كومبريشن على الفنتريك على السيم سايد قول الكلام مفيش اي مشكله خالص تمام العلاج افرض ان انا مش فاكر يا عم ما انا قايل لك ان اي ابسس از فور اي اسبيريشن اند اي انتي بايوتكس وطالما ده هيدن ابسس مش كوتينيوس ابسس هياخد 6 اسابيع انتي بايوتكس وبالتالي لازم نتعلم ازاي نالف اجابه سؤال لازم نتعلم ازاي نالف اجابه سؤال بحط في ذهني كده مثلا جالي سباينال مسل ديسبرفي بحط في دماغي الحاجات دي كلها وابتدي الف وابني عليها بدايه السؤال يعني لو حبيت اقول ديفينيشن فانا عارف ان هي دايما فاكر كده ان سباينال مسل ديسبرفي هي ديجنريشن في الاخير هو مسلس مش كده ولا ايه؟ لكن لو حبيت اقول حاجه عن الانسيدنس على فكره دايما احنا في الاندر جرادويت بنختار الموست كومن ونقوله فالانسيدنس هي ده الموست كومن ايه بقى؟ كوز اوف ايه؟ فلوج انفانت افتكر الدرس ده جاي بعد درس ايه؟ مين فاكر ان الصفحه دي كانت الصفحه اللي بعد الفلوج انفانت؟ بقول ات ذا موست كومن كوز اوف فلوج انفانت زي جيال بالي ات ذا موست كومن كوز اوف اكيوت باراليسيس زي جيشين مصر ديستروفي ات ذا موست كومن كوز اوف مصر ديستروفي يعني العنوان العناوين كلها تتحط لوحدها ات ذا موست كومن كوز اوف فلوج انفانت خلاص حاطط لوحدها كده طب اسبابه ايه؟ لا انا فاكر انه كان ديجنريشن في الانتير ورم سيل كان مرض اوتوزوم ريسيسيف بسبب ميوتيشن في جين على الكروموزوم رقم 5 لو فاكرين صح؟ بس ده كان في عنوان يضيع اللي هو التايبس التايبس ده عنوان دايما هيتنسي وطبعا كلكم فاكرين طبعا التايب بتاع في سباينال ماسل ديسبرت تايب 0 اللي هو انتر انتراكشن وتايب 1 اللي اسمه فيردنج هوفمان ديزيز تايب 2 تايب 3 اللي هم بيبقى دمهم مور موبايل وده بيعيش لفتره اطول مش مهم المهم اكتب تايب 0 تايب 1 تايب 2 تايب 3 واقول ان ده الكلاسيك بيرنينج اوفمان وده الكلاسيك كاركتر كلينيكال بيكتشر ما تنساش دايما في الكلينيكال بيكتشر في البيرنينج انك لازم تقسمها لي الى ما قبل الولاده ولحظه الولاده وبعد الولاده طبعا كلكم فاكرين قبل الولاده ولا ايه الام بتشتكي ان الولد ما بيتحركش انتر عشان عنده باراليسيس فما بيرفصش في ديمينيش في تنمج
لحظه الولاده هينزل لي عنده حاجتين، بالنسبه للتون هلاقيه فلوبي، وتشرح الفلوبي انفانت كاميرال، وتلاقي مفاصله متنيه عنده حاجه اسمها ارسلو جريبوزس بين ايديه والرجلين التانيين. ثم بعد كده بقى بعد الولاده تبتدي تشرح، وافضل طريقه انك تشرح هنا انك تمشي على اللي انت عملته في الكلينيكال اكزامينشن اللي فاكر فيه نيورولوجي اكزامينشن كان بيمشي ازاي؟ نيورولوجي اكزامينشن كان بيمشي ازاي؟ حد فاكر؟ بالظبط كده، انسبكشن العضلات وبعدين تون وبعدين باور وبعدين ريفلكس. لو انت حطيت دول قدامك الموتور كان فيه انسبكشن، هقول فيه ماسل ويستنج وانسبكشن للتانج فاسكريشن. انتوا فاكرين كانت اخر حاجه ابنورمال موفمنت. طب والتون؟ هايبوتونيا وتقول فلوبي انفكت. طب والريفلكسز؟ هو ده اللي هو الموتور نيورون يبقى هايبو ريفلكسي مش كده؟ طب والباور؟ عنده باراليسز. بتبتدي بقى تكلمني الباراليسز ده في انهي عضلات؟ تقول لي في عضلات اللور لم وفي الترانك، وبياخد الريسبيراتوري ماسلز بس بيسيب العضلات بتاعت العين تبقى سليمه بتتحرك كويس جدا. يبقى مهم جدا جدا ما تنسوش تتكلموا على عضلات العين انها نورمال اكستراكيرال ماسلز، والمينتاليتي دي اهم حاجه بتتنسي يا جماعه. عشان كده اخترت نقطه لوحدها، نيفر تو فورجيت ان الولاد يبقى عندهم نورمال مينتاليتي. نقول تاني، لو احنا فكرنا نقلف كده يا جماعه، هو الديفينيشن هو عباره عن ديجنريشن في امين في الانفيريور هو مسلس الانسيدنت از ذا موست كومن بالدرس اللي قبله اللي هو الفلوبي انفنت الايتيولوجي ديجنريشن في الانتيريور هورم سيلز نتيجه ميوتيشن اوتوزومال سيل ديزيز كروموزوم 5. التايبس من 0 ل 3. الكلينيكال بيكتشر اهم حاجه تقسمها لثلاث حاجات، ايه هما؟ برينيتال ما بيتحركش ات بيرس ارسل بروبوزس، وعنده فلوبي انفنت بتشرح الفلوبي انفنت بالكامل سواء بالهيد لاب ولا في الفروج ليج بوزيشن، واخيرا بوست نيتال. بوست نيتال بقى في ايه بعد الولاده؟ تبتدي تشرح زي ما يكون موتور سيستم بالظبط كامل. الموتور انسبكشن فيها فاسيكيليشن وماسل ويستنج، التون هايبوتونيا ريفلكس هايبر ريفلكس، الباور في ضعف عضلات جسمه كله بس اهم حاجه تقول لي الاكسترا ماسلز ار بريزيرفد، المينتاليتي از بريزيرفد، دول اهم حاجتين بريزيرفد. الكومبليكيشن لو عايز تقول كومبليكيشن تحت الكلينيكال بيكتشر، بيجي لهم ريسبيراتوري ماسل فيليور، بيجي لهم ريكارد تشيست انفكشن، ويموتوا ريسبيراتوري فيليور. طب لو انا عايز اقول الانفستيجيشن، ما هو الانفستيجيشن بتاع كل اللور موتور نيورون واحده، اي ام جي ونيرف كوندكشن. العين دي هيطلع عندها ايفيدنس في الاي ام جي او في المسل بيبسي ان عندهم ديجنريشن في الانفيرور سيلز. مش عليك الايفيدنس ده شكله ايه، لكن لو انا اخدت اي ام جي او عملت نيرف كوندكشن او عملت مسل بيبسي نتيجه واحده هيبين لي ديجنريشن في الانفيرور سيلز. اند فاينلي التريتمنت العلمي ملهاش علاج، ما انت لو فاكر الديزيز ده بس فاهمه هتعرف انه ملوش علاج. فتشست انفكشن انتي بيوتكس، وممكن تشرح فيها ايه الانتي بيوتكس. لو عنده ريسبيراتوري فيلير بحطه على فنتليتور، ولو عندي فيلير اوف فيدنج ديفيكالت فيدنج واسبيريشن ممكن اركبه نيزو اسبيريت. اذا انا اعتمادي على اني بعرف العناوين الرئيسيه وباخد بالي قوي من العنوان اللي ممكن يبقى نزل مني هو اللي هيخليني اجيب السؤال صح. وانا بذاكر اخر مذاكره قبل ما ادخل اللجنه انا بذاكر العناوين الرئيسيه واللي جنبها ده يتالف، وباخد بالي قوي ايه العنوان اللي ممكن يقع مني. بس عنوان او عنوانين في الدرس ممكن يقع مني، خلاص خلصت الدرس كده. بالنسبه للجيليه فريق مهم جدا انك تكون مقسم برضه العناوين في ذهنك كده. حضرتك عارف انه اول حاجه في الجيليه فريق ان انا لازم احط ديفينيشن. طب ما ده مرض اوتو اميون، اي مرض اوتو اميون بقول عليه ده اوتو اميون بعد انفكشن، اوتو اميون بوست انفكشن، وبيروح لفين؟ دي مايلينيشن. بيعمل ايه يعني؟ بيعمل دي مايلينيشن. وبعدين الانسيدنس بتاعه بقى معدل الانتروس بتاعه. طب ما انا غششت خلاص انت سموست طبعا كوز اوف اكيوت باراليسيس لانه جاي بعد صحه الاكيوت باراليسيس خلاص. طب والاتيولوجي؟ هو اي مرض اوتوميون بيبقى مغشش لان الاتيولوجي بيجي بعد يا بكتيريا انفكشن يا فايرال، بس هنا في فاكسينيشن يعني هنا في زياده حته الفاكسينيشن يعني يا ايه بيجي بعد البكتيريا اللي فايرال يا ايه بعد الفاكسينيشن. ثم بقى بعد كده اعمل الكلينيكال بيكتشر. الكلينيكال بيكتشر بتاعته زي ما احنا اتفقنا اهم حاجه تتكلم عن الموتور، والموتور بقى زي ما احنا اتفقنا انسبكشن، بس احنا نبدا بالباور لان اهم حاجه هنا ان بيحصل له رابيدلي اسندنج سيمتريكال باراليسيس، بيبدا في اللور لين وبعدين بيطلع في الترانك وبعدين بيطلع ياخد الريسبيراتوري ماسلز ويعمل ريسبيراتوري فيلير وياخد البلبر ماسلز ويعمل ديفيكالت اسبيريشن. فبتتكلم عن الباور الاول قبل ما تتكلم عن التون والريفلكسز، لكن كده كده في الاخر بتتكلم عن التون والريفلكسز والباور هو نفس الكلام يعني. يبقى كلامك عن الموتور بس هنا خلي بالك هتتكلم عن الكرينيوم وعن السنسيشن وعن الاوتونوميك كمان، دول بتنسوا كتير جدا جدا كتير جدا. لما تكتب الموتور تكتب ان هو رابط الاسندنت باراليسيس بيبدا في اللور ليمب وبعدين بيطلع للابر ليمب وبعدين بياخد الترانك ويعمل البلبر باراليسيس والاسبيراتوري ماسل باراليسيس والاسبيراتوري فيلير.
وتنسى بقى حضرتك تتكلم عن التون، اتكلمت عن باور بس، لكن نسيت تون وريفلكس، ما تقولي هايبوتونيوم هايبوريفلكس. وبعدين نسيت تتكلم عن الكرينيال نيرف، لان عندهم افكشن في الكرينيال نيرف بعنوان لوحده كده تقولي عنده بلبار باراليسيس. وبعدين نسيت تتكلم عن السنسيشن، لان السنسيشن هنا افكتد، تقولي مينيمال افكشن او ليس سترايكنج، اقل اهميه من الباراليسيس، بس تقولي ان في على الاقل تاني انجونومس مش كده ولا ايه في الاطراف. ثم تقول لي على الاوتونوميك، ان الاوتونوميك كان بيحصل له ديمايلينيشن، تقوم تعمل تشينجز في البلد بريشر او تشينجز في الهارت ريت او سويتنج. ما هو الاوتونوميك بتاع هارت ريت وبتاع بلد بريشر وبتاع سويتنج، فتقول لي تشينجز في الحاجات دي خلاص بيحصل فيها تغيرات. ثلاث كلمات مهمين جدا جوه الانفستيجيشن، انك لازم تحط الكلمه دي اول مره، عشان كده عملها لك فرق عليك جدا، ان الكلينيكال دايجنوستس از مين سورس اوف دايجنوستس، انه الدايجنوستس مين اللي، وحاجتين مهمين قوي قوي، السي اس اف اكزامينشن اللي بيبان فيه بروتينات من غير خلايا، وده اللي احنا سميناه سايتوالونيوس اسوشيشن، والاستامبا اللي بنحطها في نص الشابتر ده كله اي ام جي ونيرف كوندكشن فيلوستي، ودول دايجنوستيك بيعرفوا ان في دي مارجنيشن ازاي ما لناش دعوه. العلاج اهم كلمه اللي هي الانتنسيف كير يونت، لو لقيتها مش كاتبها، لان مع ان ده لو ما اتحطش في الانتنسيف كير يونت وجنبه فنتليتور ممكن يارست في اي لحظه، لو فاكرين القصه اللي كنت حكيتها لكم. ثم هنحط الاي في اي جي، وطبعا لازم تكونوا عارفين الاي بي اي جي ده انترافينوس هيموجلوبين، دي اهم حاجه على الاطلاق في العلاج، ذيس از ذا مين لاين اوف تريتمنت. البلازما فريسز دي للحالات السيفير بس، البلازما فريسز اللي هي بتريموف الانتي بوديز فروم ذا بلاد دي للفيري سيفير كيسز، لكن الاي بي اي جي ذا مين لاين اوف تريتمنت زي ما اتفقنا. والفيزيوثيرابي طبعا بيتعمل بعد اسبوعين، لانه اكتر من اسبوعين تعرفين جليان بريك بيقعد اربع اسابيع وبعدين يبتدي يتحسن في ويكس، وبعدين يبتدي يتحسن. الفيزيوثيرابي يبدا بعد الاسبوع رقم 2 عشان يمنع الماسل ويست. فاهم حاجه تكتبها تعمل الفيزيوثيرابي من غير اي ديتيلز، انك تستارت فيزيوثيرابي من 2 ويكس بس. الدوشين برضو ارجع اقول لك تاني، انا حاطط في الباب كده عناوين بدور على انسنس، فهم قالوا ان ده الموست كومن للكبر اللي قبلها، اذا موست كومن كوز فور ماسل ديستروفي. وبعدين الايثيولوجي، طب ما انا عارف ان هو الايثيولوجي عباره عن ديفكت في البروتين اللي اسمه ديستروفين، اللي الجين بتاعه متشال على الاكس كروموزوم، وبالتالي فبيحصل في البنات ما بيحصلش في الولاد يعني. وده لما الديستروفين بيبوظ بيدخل الكالسيوم جوه الخليه ويعمل لها دمج، مش كده؟ لما الدستروفين جين يبقى فيه ميوتيشن بيقلل الكالسيوم انه يدخل جوه المصل سيل يعمل لها دامج. والباثولوجي ما تنسوش تقولوا ان الباثولوجي يا اما المصل ريبليسد ويز فايبرس تيشو اهو، يا اما ريبليسد ويز فات تيشو لو احنا فاكرين، يا ريبليسد ويز مصل تيشو فايبرس تيشو او ريبليسد ويز فات تيشو. طبعا ايوه مين؟ ايوه بجد والله؟ لا يا جماعه لا تحط ايه؟ ربنا يكرمك. دي حاجه لطعبه كونيه يعني. كوكب الارض كله عارف ان الدوشين ده بتاع المين؟ الصيام مؤثر جدا بصراحه. خصوصا لما تتحشد صح. نروح بعد كده للكلينيكال بيكتشر. واهم حاجه انكم هتقسموها هيستوري اكزامينشن، معلش لان كتاب الاسم قسمها هيستوري اكزامينشن. نروح للهيستوري. الهيستوري الام هتيجي تقول لك والله الواد هو عنده سنه سنتين كان مرخي بيقع كتير، فاكرين الفيديو اللي احنا اتفرجنا عليه بتاع الجماعه؟ وبعدين بعد كده بقى عنده صعوبه في ان هو يقوم يقعد من الارض، وبعد بقى عنده صعوبه في طلوع السلم. والله يا دكتور انا عندي ايه فاميلي هيستوري في عيله الام، في عيله الام اخواتي كان عندي واحد برضه اتشل ومات وهو عنده 20 سنه. فاميلي هيستوري اوف ايه؟ باراليسيس في الميل. بس يبقى ثلاث كلمات دول تقول لي والله انا عندي في عيلتي نفس المشكله، الواد كان جسمه مرخي خالص الحق دلوقتي لقيته ما بيعرفش يقف من الارض، ما بيعرفش يستند في الاوفر فلور، ما بيعرفش يكلايم ستيرز. انا كدكتور لما بكشف على العيان ده اول حاجه ببص على المسل بالك، يعني الاستيت اوف ذا ماسلز بلاقي فيها هايبرتروفي طبعا زي ما انتم عارفين في سم ماسلز واتروفي في بعض العضلات، مش كده ولا ايه؟ طيب وبعدين ببتدي اتكلم ان في عضل ضعف عضلات البروكسيمال بتاعت الملفس، ضعف عضلات البروكسيمال اللي هي في الشولدر، ضعف في العضلات اللي هي البروكسيمال اللي هي في الترانك، انا بتكلم عن المسلز البروكسيمال مش الديسبل، مش كده؟ طيب ضعف عضلات الملفس بيبان في حاجتين، الواد لينجيت اللي ماشي يترقص، والحاجه الثانيه الجوهر ايه؟ ساين ان هو مش عارف يقف من على الارض. وضعف عضلات الشولدر بيبان في حاجتين، الهاند ما بيعرفش يرفعها فوق الهيد، ما بيعرفش يعمل هير كومب، ما بيعرفش يسرح، هذا الاثنين بحرف الاتش. وبعدين الترانك
الترانك بتاعه ماله الترانك بتاعه ما عندوش، لو بصيت ورا تلاقي الاستابيلا بتاعته طالعه من ورا بارزه لان ما عندوش حواليها عضلات، ده اسمه وينجنج اوف استابيلا. وبعدين تلاقيه بارز من قدام وراجع من ورا كده، عنده انكريز لومبر ايه لوردوزس، وعنده ابدومينال ايه ديستنشن، فعنده ابدومينال ديستنشن وباك في لوردوزس زياده، وكل ده عشان عنده ويكنس في الترانك في عضلات البطن ويكنس في عضلات الباك. سهل الكلام؟ يبقى اهم حاجه بس تكون انت عارفين هتكتب ايه في الاكزاميشن. هبص على حاله العضلات، هبص على البلفس والشولدر والترانك. الاذرس يعني ما تنساش ان العيال دي بيبقى عندهم ابنورمالتيز في الهارت، لان الهارت ماسلز بيبقى عنده هارت فيلير مش كده؟ لا ما عندوش هارت فيلير، عنده مايوباسي، لان ما يحصلش ان عضلات الهارت من المايوباسي ما توصلش الفيلير. ليه؟ لانه بيدر اند، لان الولد ده عنده طريح الفراش من هو عنده 15 سنه وبيموت وهو عنده 25 سنه من ريسبيراتوري فيلير او تشيست انفكشن. ليه ما بيجيبش هارت فيلير؟ عشان هو بيدر اند. طب الحاجه الثانيه، من كتر رعايته في السرير بيحصل له تشوهات، من كتر ما عنده هايبوتونيا في الماسلز ويكنس في الماسلز بيحصل له تشوهات في السباينال كورد. زي ما انتم شايفين الصوره دي يجي له سكوليوزس او يجي له كايفوزس، وممكن يجي له في الجليبس كيفس ان رجليه تبقى مقوسه زياده عن اللزوم، وكل ده بيحصل نتيجه البراليسيس. ليه عندهم منتال امبيرمنت؟ لان الدستروفين ليه دور في الذكاء، الدستروفين ليه دور في الذكاء، وبالتالي عندهم منتال امبيرمنت. في شويه حاجات اذرس مش عليها درجه قوي. دايما لما بنتسال اكتب سؤال ازاي كلينيكال بيكتشر، والله لو انا عندي كلينيكال بيكتشر وعارف الايتيولوجي اكتب بيكتشر اوف ذا، وعارف الكلينيكال بيكتشر وليها كومبليكيشن لازم احط بيكتشر اوف كومبليكيشن. عندي هيجي له ريسبيراتوري فيلير وتشست انفكشن متقطع عندي، عندي بروجنوزس احط ان الولد ده هيموت على سن 25 سنه، عندي قدره اكتب ديفرنشال دايجنوز اكتبه. يعني كلمه كلينيكال بيكتشر، كلمه كلينيكال بيكتشر مش معناها كلينيكال بيكتشر. كلينيكال بيكتشر دي معناها كلينيكال بيكتشر اوف ذا ديزيز، وبعدين كلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز، وبعدين كلينيكال بيكتشر اوف كومبليكيشن، ولو عندي بروجنوزس احط البروجنوزس، ولو عندي كمان غير البروجنوزس حاجه اسمها ديفرنشال دايجنوزس احط ديفرنشال. هو ده كلينيكال بيكتشر. لو عندي ديفرنشال دايجنوزس زي النيفرايتس وزي النيفروتيك سندروم بحط له، لو في برنوزس زي هنا ان عندها هيموت هحط له برنوزس، طالما انا قادر اكتب برنوزس حتى لو انا مالفه. ده بالنسبه للكلينيكال بيكتشر مش كده ولا ايه؟ زي ما قلنا برضه سؤال انفستيجيشن، انت مش قادر تفتكر سؤال انفستيجيشن، يس انفستيجيشن تو دايجنوز الكونديشن وابتدي احط الانفستيجيشن اللي انت مذاكرها، لكن ممكن يكون الكيس دي ليها كوز وممكن يكون في انفستيجيشن فور كومبليكيشن. وكل تفكيرك وانت بتالف مش مخك بقى فيها دايرتين مهمين جدا، راديولوجي في ايه ولابوراتوري في ايه، هل الموضوع فيه راديولوجي ولا فيه لابوراتوري ولا فيه الاثنين، وانت بتحاول تدور على هاو تو دايجنوز اند فور ذا كوز اند فور كومبليكيشن. يعني كل شابتر ليه الانفستيجيشن والقصه بتاعته مش كده؟ طيب تعالوا نحل الاسئله بتاعت النيورولوجي كده. احنا خلاص خلصنا النص الثاني من النيورولوجي، النص الاولاني كان الحصه اللي فاتت. About 5 days after a mild upper respiratory tract infection. بعد 12 يوم من upper respiratory tract infection. ولد عنده 12 سنه بيشتكي من weakness of his lower extremities. Over several days, weakness progressed to include the trunk. Examination the deep tendon reflexes are lost in the lower extremities, with the spinal fluid are notable for the elevated protein only. طبعا ما اعرفش دي ايه انتحر. سهله. ممكن تكون مش مركز في الصيام، بس انت خدت بالك وعنده كام سنه؟ 12 سنه. يعني ده ما كانش عنده حاجه قبل كده. وفجاه جاله بعد اول اسبوع جاله ويكنس، جاله باراليسيس يعني. وعلى مدار سيفرال دايز الويكنس بيطلع للترانك. لانه كان في رجليه وبعدين طلع للترانك. وبعدين بدا يطلع بعد كده، وبعدين لقينا السي اس اف بتاعه في بروتين زياده اللي هو الكوسايتوكاينيز اسوشيشن. وطبعا بيقول لهم تفاصيل حاله ولا ايه؟ طب منهم يا جيليان بري سندروم، عامل كيس اوف جيليان بري سندروم. نكست. تسع سنين عنده اكيوت اونس اوف ويكنس. بدات اول حاجه في اللور ليمب باينه جدا.
في حالات الامتحان كلها مركزين على حاله واحده. بدات ثلاث اسابيع، من ثلاث اسابيع جاله ريسبيراتوري تراكت انفكشن كان ريسبيتيتنج كوز بالكشف، وعنده هايبوتونيا وعنده هايبرفلكسيا في رجليه الاثنين ما اتشنجش. The best line of management is steroids ولا immunosuppressant ولا intravenous immunoglobulin ولا بلازما فاليسس. ده لسه قايلين حاجه ان هو بلازما فاليسس ماشي، هي الحاجه الاساسيه اللي بتتاخد بس في الحالات اللي عندها ايه؟ اللي سي فيري سيفير، لكن دايما احنا بنختار الانترافينوس ايه؟ immunoglobulin. 6 months old boy is brought by his mother because he is floppy. We placed in a sitting position. He doesn't seem to be interested in reaching for toys. At 8 months visit, his support, his head, weak, persistent motor reflex. يعني عنده support الهيد بس ضعيف، وعنده persistent motor reflex. What's the most likely that I know? 6 شهور راح عشان هو فلوبي، ولما بنيجي نقعده ما بيعرفش يقعد. 8 شهور بيقعد بالعافيه وعنده بريزيستنت مورو دوشيني صح ولا برين تيومر ولا منجايتس؟ ست شهور راح للدكتور كده الواد فلوبي، وبعدين مش عارف يمسك حاجه، 8 شهور بالعافيه بيسند راسه ولسه بيعمل مورو. يا جماعه الريزستنت مورو ده يعني المشكله فين؟ مشكله مش المورو ده المفروض الكورتكس بيعمل انهيبيشن، يبقى المشكله في البرين. يبقى لا هي مش دوشي، يبقى اكيد مش دوشين مصر بس مش ممكن اقول دوشين يعني. كويس، الولد ده عنده ديليد موتور ديفلوبمنت، يعني مش عارف يسند راسه لغايه 8 شهور بيسند راسه بالعافيه. برين تيومر ايه اللي هيعمل كده؟ البرين تيومر يدهو العين، هنا كان 6 شهور ما بيقعدش بقى بيقعد بالعافيه، يبقى اكيد مش برين تيومر. فين الاعراض بتاعه الميننجايتس اللي بتاخد 6 شهور دي ان شاء الله؟ ما عادش قدامي غير سيربرال بولس، ذيس كيس سيربرال بولس. يا دكتور ده كلمه فلوبي توهيت، ما هو في نوع اسمه ادونيك سيربرال بولس. طب انا حليتها ازاي؟ مسكت واحده واحده تفيت عليه، قلت لي لا ودي لا ودي لا، فما طلعش قدامي او مستحيل تكون بشيء، ومستحيل تكون برينت يومر، والعيان ما شاء الله كان 6 شهور ما بيقعدش بقى 8 شهور بيقعد. ده برينت يومر ايه ده اللي بيسيب العين يتحسن مع الوقت؟ واكيد مش مننجايتس، لان انا اسمع كده ان المننجايتس دي فيها سخونيه. ده انا لو اكستريم ليمنت ريتاردد كانديديت، يعني انا لو انا فاشل خالص فعارف ان المننجايتس فيها سخونيه، فانا عرفت استبعد دول وفضل قدامي دي بس. ها؟ مش صعبين والله؟ ليه مستصعبين الموضوع؟ 7 years old boy arrived at the emergency department complaining of rapid breathing, سرعة تنفس عالية and vomiting, ترجيع. Even 3 days ago he has been receiving intramuscular antibiotics. For 3 days, with no improvement on examination, he has rapid deep breathing, with the respiratory rate 60 per minute, heart rate 90 per minute, drowsy, sunken arm, chest x-ray was normal. What is the next investigation to do? يا جماعة ده عنده 7 سنين وراح الإمرجنسي ديبارتمنت عشان نفسه سريع وبيرجع. وقال له 3 أيام على كده. بياخد حقن مضاد حيوي عشان يتحسن مفيش فايده. بالكشف عليه لقينا نفسه سريع جدا. والهارد ريت بتاعه يعتبر سريع على 7 سنين برضه، والولد دراوزي وعنده سانكن اي. يعني ايه سانكن اي دي؟ ديهايدريشن. تشيست اكس راي بتاعته كانت نورمال. طبعا انا عارف ان انت سالتني على دكاتره النيورولوجي، ماليش دعوه بس بشوف تفكيركم يعني. انت عارف الحاله ايه الاول؟ الحاله دي بالنسبه لي هي ايه؟ انفكشن. بدايه الشيست اكس راي واز نورمال. فين بقى الدايريا؟ في فوميتنج. فوميتنج لوحده من غير دايريا ما بقاش جاستروانترايتس. حاجه بتزود ايه؟ بروجكتايل فوميتنج وما يبقاش معاه سمكن اي ولا دايريشن.
دي مش نيورو ها؟ يعني ايه؟ منظار؟ مبدئيا كده يا جماعه احنا عندنا هارت فيلير؟ لا هارت فيلير بيعمل فوميتنج؟ يعني ايه هيفيدني؟ عايزين تكفوا على ده؟ وانا عايز اكف على ده؟ خلاص ما الاكس راي نورمال يبقى نتف على ده والايكو بيجي في الفضل الاول الجي اي تي اندوسكوبي يبقى عنده حاجه في معدته بيرجع منها وبلاد جازز. الولد عنده رابيد بريزنج اول حاجه قالها لك النفس سريع جدا وفومتنج. مين فيهم عمل التاني؟ هل الفومتنج بيعمل رابيد بريزنج؟ ممكن دي كي ايه يا عبقري. الفومتنج ما يعملش رابيد بريزنج. سوري الرابيد بريزنج ما يعملش فومتنج. لكن اكيد في حاجه عامله الاثنين دول فلازم تربطهم ببعض لعبه كونكت فور. ايه الحاجه اللي بتعمل نفس سريع وترجيع؟ هتقول لي جاستروانترايتس كان لازم يسهل يقول لي فومتنج ودايريا. بقى له ثلاث ايام بيرجع بس. طب يمشي فعلا دي كي ولا ما يمشيش؟ نكمل كده بالكشف عليه عنده ديب بريدنج. ودي تدل على انه عنده ميتابوليك اسيدوسس. ما خدتوش بالكم منها. ودراوزي يعني اسيدوسس عامله دراوزنس. وعنده سانكن ار يبقى الفومتنج ده اكيد من الاسيدوم. الحاله دي خطيره جدا في الامتحان لما تيجي مونتوره كده وانت مش عارف دي نيورولوجي ولا كارديولوجي ولا ايه ويطلع في الاخر دايبتيك كيتو اسيدوسس. وعنده محتاج بلاد جاز. صعبه. ده صعبه. هو احنا ممكن نحلها بس انا مش عارف مش نحلها من غير ما نشخص. ماشي اوكي موافق بس على الاقل انتوا اكيد كنتوا هتختاروا بيها ان شاء الله. And 6 years old child complaining of headache on arousing. لا ثانيه واحده يعني headache on arousing. يعني اول ما يصحى من النوم عنده صداع بقيت اليوم عنده صداع. ودي احد اهم اعراض ال الايه؟ الكرونيك شكلك عندك سنتس الانكريز كرانيال تنشن. ان دايما الصداع بيجي الصبح. Two months ago, my examination there was weakness of his both lower limbs. And for this examination, I did bilateral babylonema. ودي احد اعراض الايه؟ طب الانكريز كرانيال تنشن ده بقى له يوم ولا بقى له شهرين؟ بس. فانبس اكزامينيشن بتقول فيه انكريز كرانيال تنشن برضه. No fever. No trauma. Or recent drug intake. The most important investigation is to do lumbar puncture, blood picture, CT, X-ray, skull. كلهم مقتنعين طبعا انه ده برين تيوم مصر. لان الولد عنده اعراض انكريز كرانيال تنشن وحاجه كرونيك مش اكيوت. واللي فاكر ان انا قايل لكم الكرونيك يا تيومر يا ديجنريشن. فاكرين؟ اسباب اي حاجه كرونيك في الدنيا في البرين يا تيومر يا ديجنريشن. يا تيومر يا ديجنريشن. الكيس اللي بعدها 2 years old guy presented to the casualty 24 hours of being febrile. سنتين بقى 24 ساعه سخنه 24 ساعه سخنه ميزربل حالتها وحشه وجالها راش بينتشر على الجسم كله نان بلانش وعندها اطراف ساقعه جدا ودايخه. The best investigation is CSF complete blood picture ESR. هو قال لي ذا انيشال ولا ذا بيست؟ ذا بيست. And the CSF complete blood picture ESR electrolytes. البيست في الحاله دي ايه؟ جايبها من انجايتس. الحاله دي من انجايتس ولا لا؟ تمشي من انجايتس. جالها ايه؟ ميزربل وجالها رابط ديفلوبمنت راش وعندها كول بريفرال تمبريتشر ودراوزي. يعني حاجه في السي ان اس اهي دروخه شكلها داخله في كوما شكلها داخله في شوك وعندها بربرا فالمنين. يبقى مننجايتس. تعملوها ايه مننجايتس؟ سي اس اف. وانا عرفت ازاي انها مننجايتس عشان عندها اعراض مننجايتس وبدا يقول لي انها دراوزي. خلاص اي حاجه من السي سي اي اي مع اي اعراض جنرال فظيعه بالشكل ده ومعاها بربرافالمينات بتنتشر بسرعه بسرعه هنقلين مننجايتس بتقتل في ساعات قليله تبقى دي حاله مننجايتس. يبقى اهم انفستيجيشن ذا بيست اي سي اس اف بلاد بريشر. هتقول لي يعني في انفكشن؟ طب ما باين ان في انفكشن. دي السؤال وسي ار بي هيقولوا لي في انفكشن؟ طب ما باين ان في انفكشن. الالكترولايتس هي دي البيست في حاله زي دي؟ لا طبعا ده عنده انفكشن وعايز اشخص السورس اوف انفكشن ده انه يطلع في المننجيس سي اس اف اكزامينيشن. صح؟ انيشال ممكن تبقى سي سي والانيشال مش هتحط لي سي اس اف في حاله زي دي.
هيحط لي سي بي سي، هيحط لي الكترولايتس، هيحط لي اس ار، هيحط لي بلاك جاز، وهختار دايما السي بي سي. ناخد الاسبايرات دي. كان كل سنه بيبقى الهبل من الطلبه، لكن يبقى الهبل من الدكاتره.